تحية نضالية لكل الطبقة العاملة في هذا العيد الأممي، رغم أنه فاتح ماي وهو عيد ديال الاحتجاج، عيد الاستنكار بالعرض الحكومي الذي قدمته، عرض هزيل جدا، وخاصة في الطبقة العاملة النساء الذين يعرفون كل الاستغلال البشع لا في القطاع، خاصة القطاع الخاص والقطاع العام، تلك الزيادة الهزيلة التي أعطتها مقسمة الحكومة على 3 سنوات، فعلا هي سياسات لا شعبية تمارس على الشعب المغربي ككل وخاصة الطبقة العاملة. نحن كنساء في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالاتحاد المغربي للشغل إذ نستنكر ونحتج على هذه الزيادة وعلى هذه السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية اللي هي إلا استمرار لسابقتها وتكريس دنيا لا على المرأة ولا في هشاشة العمل والعمل غير لائق بالنسبة للمرأة. إننا سنسطر برنامج نضالي طول السنة حتى ترجع الحكومة لغيها وتجلس إلى طاولة الحوار الاجتماعي الجاد من أجل الرفع من المستوى المعيشي للطبقة العاملة، وكذلك من أجل تفعيل الدستور الذي مر عليه 7 سنوات ولم يفعل إلى حد الآن، لأننا نعاني من عدم المساواة في العمل، عدم المساواة في الأجر، والمرأة كما تعرفون هي الضحية الأولى في كل السياسات التي يعرفها المغرب.